شوف الحكمة الآن. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا سلام، فإني قريب أجيب. قد تطلب من ملك من ملوك الدنيا شيء فيعطيك لكنه ما هو قريب منك، قد يعطيك لكنه ما هو قريب، قد ما يعزك صح بس يعطيك. عندي وايد، أنت بسيارة خذ سيارة، لكن ما هو قريب. الله عز وجل أراد أن يتلطف مع عباده فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. ترى أنا قريب وأعطيك، أجيب دعوة الداعي. بعدين إيش قال؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله كأن يقول ادعوني، يقول: وإذا سألك عبادي عني، كأن يا عبادي اسألوني، طلبوا اطلبوا. ولا يوجد طلب واحد يرد. شلون؟ عفوا، من آدم إلى قيام الساعة لا يوجد طلب واحد من العباد يرفع إلا ويعطى. عفوا مخارج، في ناس يدعون ويجيهم شيء جميل.